السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم من هنا من هذا المكان الجميل من أبهى البهية ومن هذا الشارع الذي أصبح معلما من معالم مدينة أبهى البهية. ما شاء الله تبارك الرحمن، نحن الآن في شارع الفن، وهذه الحديقة هي الحديقة التي تقع بجوار شارع الفن. هذا هو شارع الفن، ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء جميلة. ونحن الآن نصور من عصر هذا اليوم، يوم الاثنين. اليوم نحن 28 رمضان، بعد قليل سندخل في آخر ليلة وترية، وهي من الليالي التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر. فلنكثر من الأعمال الصالحة ومن القيام والذكر وقراءة القرآن، لعل الله أن يكتب لنا قيام هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، والتي هي خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة. ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء جدا رائعة، درجات الحرارة ما شاء الله جدا معتدلة، بل هناك برودة في الأجواء في أبها، خصوصا في فترات الليل. فترات الليل درجات الحرارة تصل إلى 15-16، وفي هذه الفترات درجات الحرارة ربما لا تتجاوز 25 درجة مئوية. ما شاء الله، ربما من أفضل أوقات الرياضة في هذا الوقت قبل الإفطار، والله أعلم. هذه الفتوى ما هي من كيسي، لكن يعني يذكرها بعض يعني متخصصين في مجال الرياضة، في مجال الطب. طبعا يوجد مشروع هنا ربما لم يكتمل بعد. على كل حال، سنصور لكم لقطات من هذا المكان الجميل، ثم سندخل إلى شارع الفن. لعلنا نتحدث عن هذا الشجر، شجر الجاكرندا، ما شاء الله. طبعا يوجد على اليمين أيضا جلسات جميلة للعوائل. هذا الشجر هو عبارة عن شجر لاتيني، موطنه الأصلي المكسيك، حسب ما قرأت، موطنه الأصلي المكسيك. ويبدأ يعني ظهور هذه الأزهار وظهور الأوراق في نهاية شهر الصيف وبداية شهر الربيع. نحن الآن في شهر الربيع، فهذه الأزهار اللي تشوفوها الآن، هذه مدة ظهورها قليلة جدا، يعني ربما من شهر إلى شهرين بالكثير، ثم تختفي هذه الألوان الجميلة، ما شاء الله. وسبحان الله، من الشيء اللي قرأته، من الشيء العجيب اللي قرأته عن هذه الشجرة، إنه هذه الشجرة الأزهار تزهر قبل ما تظهر الأوراق. هذه من الأشياء العجيبة اللي قرأتها في هذه الشجرة. حتى الخشب هذا يقال إنه يعني مناسب جدا لصناعة الخشب، أو لصناعة يعني الأثاث. هو خشب، كيف يصنع منه خشب؟ على كل حال، لابد من الكلجات في أثناء الطريق والأخطاء والعثرات، ولا نستطيع كل مرة أن نعيد الكلام، فلذلك لعلنا نستمر في الحديث. كنا نذكر أن هذه الشجرة هي شجرة لاتينية وتثمر وقت الربيع، وربما يمكن من أسباب عدم زراعتها في المدن يعني داخل المملكة هو ما نشاهده على الأرض. هي شجرة سبحان الله يعني ذات أوراق، أو يعني ذات زهور متساقطة على الأرض، يعني تتساقط الزهور هذه على الأرض، فلذلك يعني تحتاج عناية وجهد أكبر، فلذلك ربما لا تزرع في هذه الأماكن. طيب، نكمل الطريق. أوقفنا التصوير قليلا، نحاول قدر الإمكان ما نصور العوائل. لو تشوفوا اللوحات كذا على هذا الوادي، ما أدري، الظاهر أنه وادي هو، وهنا في شخص يعني جالس يرسم. بإمكان إني أخوفه، بس ترويع المسلم لا يجوز. على كل حال، مشي جميل، أجواء جميلة ما شاء الله. وهنا في حديقة لسه يعني إلى الآن ما افتتحوها،
حديقة جميلة حتظهر معنا إذا طلعنا إلى الأعلى. ما شاء الله. أظن تكلمنا عن هذه الشجرة وذكرنا لكم موطنها الأصلي المكسيك، وأيضا يعني تنبت في أمريكا الجنوبية، لذلك هي تعرف أنها شجرة لاتينية، وأيضا يقال أنها تزرع في جنوب أفريقيا وتزرع في بعض الأماكن مثل ما تشاهدون الآن في أبها. ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله. طبعا نحن الآن في نهايتها، يعني يمكن ربما أسبوعين ما حنشاهد هذه الأزهار، يعني نحن لحقناها في نهايتها. سبحان الله. هذا ما شاء الله القط الجميل الكبير، ما شاء الله. هنا أيضا جلسات جميلة، أظن هذه الجلسات متاحة لجلوس العوائل. ما شاء الله، الظاهر أنهم لسه يعني شغالين في هذا المكان فلذلك أقفلوا. ما شاء الله، القط يريد الانتقال إلى الجهة الثانية. ما شاء الله، شوفوا هذا الشجر جميل، هذا الشجر. أظن هذا شجر السرو، لذلك في سلسلة جبال السروات من هذا الشجر، شجر السرو. ما شاء الله. وهنا عبارة شارع الفن موجودة في هذا المكان. شوفوا الزينة الموجودة، ما شاء الله ما شاء الله. في جلسات هنا الظاهر نتابع لهذا المقهى. ما شاء الله. يا سلام، شوف من هذا المكان يوضح معنا فندق قصر السلام، هذا فيه مطعم دوار. ما شاء الله، مطعم أذكر أنه يمكن دخلنا عليه بس عنده الأسعار شوي مرتفعة، والأكل صراحة يعني عشان أكون يعني منطقي في كلامي موجد كده، ويعني أخذوا مبالغ يمكن على فقط الإطلالة، لأنه هذا يطل على أبها تقريبا، منطقة مرتفعة، فالأكل يعني طبعا بوفيه مفتوح، لكن مع ذلك يعني ما هو قد كده. إن شاء الله أنه ما يسمعني صاحب الفندق يشتكي علي بعدين. لكن صراحة يعني الأكل الأغلب كان بارد يعني. على كل حال ما علينا، الله يوسع على الجميع. يمكن يكونوا الوقت اللي رحنا لهم كذا ما زبطوا الأكل. شوفوا ما شاء الله الأزهار الجميلة، شوفوا هنا كمان ما شاء الله هذه العربة. شكله المقطع بيطول علينا شوي. طيب لعلي أوقف المقطع ثم إذا وصلت إلى هذه الجهة إن شاء الله أني أصور لكم. طيب يا أخوان، أنا في الأصل دخلت من هذا المكان ولفيت بكم من هذه الجهات، أو كان بداية التصوير في هذه النواحي تقريبا، ثم مشينا حتى وصلنا إلى نهاية الطريق هناك بداية شارع الفن. جيت أنا بصور لكم بداية شارع الفن بس طلعنا عكس الشمس فالتصوير ما كان واضح زي كذا، فقلنا نجي من هذا المكان ونبدأ التصوير من هذا المكان. قبل ما نكمل الطريق شوفوا هذه اللوحة الفنية يعني، أو الشكل الجميل اللي حاطينه في هذا المكان، أزهار، والظاهر لسه ما خلصوا منه، ما أدري إيش بيصير يعني، لكن ما شاء الله شكله جميل من هذا المكان. طيب لعله نكمل التصوير من هذا المكان. الآن بقفل تصوير لما أوصل كده على المنطقة اللي هي نمشي بين شجر الجاكراندا، نرجع التصوير مرة ثانية بإذن الله تعالى. ذكرنا لكم أنه أحد أسباب يمكن أنه ما تزرع هذه في
أماكن مختلفة متفرقة من المملكة، إنه تحتاج عناية، تحتاج تنظيف مستمر، فربما يمكن يكون أحد الأسباب. شوف لو تلاحظوا بعض الأشجار يعني خلاص على وشك إنه تنتهي من الأزهار، الأزهار كلها تساقطت. طيب رجعنا لتصوير هذه الأماكن الجميلة. شوفوا هنا في مسطحات خضراء، وشوفوا الأوراق البنفسجية، يعني عاطي المكان جو آخر ومكان يعني جمالي آخر. لكن لو تلاحظوا في مكتوب لوحات إنه ممنوع الافتراش، لكن والله المكان جدا جميل، يعني مجرد التصوير فيه شيء فاخر من الآخر ما شاء الله. نرجع إلى منتصف الطريق ما شاء الله، مكان رائع جدا ينصح بزيارته. في بعض الناس بيسألوا الآن مثلا لو أردنا مثلا قضاء إجازة العيد مثلا أو ما بعد العيد، صراحة الإيجارات شوي غالية فترة العيد خصوصا. أنا كنت في أحد الفنادق، سألت أحد الفنادق كم الإيجار فترة رمضان، نهاية رمضان تتراوح الأسعار بحدود 300 ريال أو أقل بقليل طبعا مع الضريبة، وتصل يعني في بعض الفنادق إلى 400 ريال، هذه في نهاية رمضان. بداية العيد يرتفع السعر ربما 200 إضافية تمام، يعني يصل السعر إلى 500-600 ريال هذا في الليلة الواحدة، فالأسعار شوي باهظة. الله يعينك إذا ما عندك ميزانية جيب خيمتك وتكي، خصوصا إذا كنت يعني عزوبي ما معك أهلك، لكن إذا معك أهلك الله يعينك حتتكلف ميزانية وقدرها. يعني اضرب حسابك الفندق إذا بتاخذ لك 3 أيام 4 أيام في وقت العيد حتحط لك 2000 ريال. شايفين المكان ما شاء الله، لو تلاحظوا الأرض يعني ترى تنظف بشكل مستمر، ومع ذلك يعني الأرض لابد أن يقع فيها هذه الأزهار الجميلة. طيب على كل حال أنا انتهت تغطيتي، خلينا نكمل بس معكم الطريق. وهنا مسجد الملك فيصل صلينا فيه التراويح الحمد لله أمس، إمامه ما شاء الله هو القاضي الشيخ عبد الإله العجيري ما شاء الله، قاضي في المحكمة الجزائية ما شاء الله. طبعا الطريق في الخلف مقفل بشكل كامل، لكن من هذه الجهة مفتوح تمام ما شاء الله. هنا أظن هذه بعض الكشكات تستخدم يمكن وقت المهرجانات وقت العروض ما شاء الله. هذه شجرة مليئة بالورق صراحة، اللي يمشي في هذا المكان، أنا ما كلمتكم عن الريحة، الريحة جدا رائعة. يا سلام، شوفوا هنا بعض الأشياء، بعض المعلومات عن بعض الطيور، كأنه هذه أكشاك خاصة بالطيور أو لوحات خاصة بالطيور، معلومات عن الطيور، هل هي تسكن أصلا في هذه المناطق أو يعني تعيش في هذه المناطق ولا لا، الله أعلم. هنا في بعض الكشكات، مطاعم أو مو مطاعم، يعني نقول كافيتريات صغيرة. بس ما نريد أن نطيل عليكم أكثر من ذلك، هذه أجواء مدينة أبها الجميلة. الآن نتوجه إلى السيارة، خلاص الفطور قرب، فلذلك الآن إن شاء الله نعد العدة. ولا تنسونا في هذه الليلة من الدعاء، وانتم كذلك لا تنسوا انفسكم انه هذه الليلة هي اخر الليالي الوترية، اجتهدوا فيها
بالطاعات وعمل الصالحات، والله يوفقنا وإياكم لكل خير ويصرف عنا وعنكم كل شر. نسأل الله عز وجل أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شافاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا مسافرا إلا إلى أهله رده، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لله رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرها لنا وأعاننا على أدائها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.